بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحبابي الاعزاء طلبه طالبات الصف الثالث الثانوي. ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان الوحده الثانيه صفحه 261. طبعا امتحان من 40 درجه. لا كريب الفطيره سيتان دي سبيسياليتي لي بلي سيلبر ان فرانس. انه احد الخصوصيات الأكثر شهرة في فرنسا. توت لو موند، كل الناس، اون مونج توت لا جورني، يأكلونه طول النهار، وأيضا في المساء. سوبلا، هذا الطبق ايه فصيل سهل التحضير. Sa cuisson dure 2 minutes. طهيه يستغرق 2 minutes، يعني دقيقتان. Voici les ingrédients، ها هي مواصفات أو مكوناته. De la recette، الوصفة، de 4 personnes، لأربع أشخاص. الفو، يجب 250، 250 طبعا جرام من الدقيق. ان بو دو سيل، قليل من الملح. 4 اوف، 4 بيضات. 4 او، 4 بيضات. ان كوير دي ال، ان كوير دي ال يعني ملعقة من الزيت. 50 سنتيلتر، 50 سنتيلتر من دولي الحليب. اي 25، 25 جرام من السكر. اون بودر، اللي هو البودرة، سكر بودرة. بور رياليزي، التحضير بقى. اون مي نضع لافارين، الدقيق، لو سيل والملح. دون ان سالاديه، في الطبق بتاع السلطة يعني. اون كاس لزوف، وثم نكسر عليهم لزو البيض. اي اون لي مي افيك ليل، ثم نضع معها الزيت. اون ميلونج، نخلط. اون اجوت، ونضيف. بو ابو، شيئا فشيء. لولي، الحليب. اون اجوت لو سك، نضيف السكر. اون لس ريبوزي لو ميلونج، ثم نترك الخليط لمدة انير ساعة. اون مي ابو دو بوغ، نضيف قليل من الزبدة. دون زان بول، في الكسرونة أو المقلاة. اون فيغس ان بو دو بات دون لا بول، بعد ذلك نضيف قليل من العجين أو الخليط دون لا بول في المقلاة. لو كريب، الكريب بقى، دوات كوير، يجب أن يطهى دو دي دو كوتي. اون مي نضع لا كريب دون زان اسيت، في طبق. اي اون لا ديكور، اون نزينه. افيك دي سكر، بالسكر. او دي مخسو دو بوم، او قطع دو بوم التفاح. اي او دو لا كوفتير، المربى. اون فرانس ام لا كريب، في فرنسا نقاط يحبون لا كريب. لزنفوس، الاطفال فقط، ولا لزوم الرجال فقط، ولا لفهم السيدات فقط، ولا توت لجون او توس لجون، كل الناس. طبعا كل الناس. دون سو تكست، في هذا النص اون تغوف نجد لزانغريديونت، سينمون، المكونات فقط، ولا زانغريديونت اي لا ريسيت، المكونات والوصفة كمان.
ولا سعر الكريب ولا الوصفة فقط؟ لا كريب سي، الكريب إنه ان فرانس نيل ولا موفي سيء ولا مش قبيح ولا كول كول. ها كويس يعني. دون لا كريب، في الكريب. اون نو مي با، لا نضع الزيت، لا نحط زيت، ونحط طبعا ملح ودقيق، وانا نحط شي بوافرون اللي هو الفلفل. بور فير ان كريب، بور ويت بيرسون، اللي عمل بقى الطبق ده الكريب ده لثمان اشخاص. اون اشيت دو فارين، طبعا هنضيف ضعف الايه، ضعف الكمية. لو عندي مثلا 250، لا انا هنضيف 500 جرام، مش 75 ولا كده. اون بو هو 4، 250 يبقى 8، 500 جرام. اون بو مونجي دو لا كريب، نستطيع ان ناكل الكريب في وجبة الفطار فقط، ولا في الغداء فقط، ولا في العشاء، ولا توس لروبا، في كل الوجبات. الوثيقة الثانية، دون نوت غيفل، في مدينتنا اليا ان نوفال هايبر مارشي، يوجد سوبر ماركت جديد، نوفال يعني جديد. إل سابيل ميجا، اسمه ميجا. إل سوتروف، يقع دون لاغي الجلاء، يقع في شارع الجلاء أكوتي دي ستاد، بجانب الاستاد دي فون، أمام الهايبر ده. إليا أن غروند باركينج، بيوجد الباركينج، والباركينج اللي هو مكان انتظار للسيارات كبير. ست هايبر مخشي، في هذا الهايبر صوت كومبوز يتكون، هذا الهايبر سوبر ماركت يتكون من ست غيون، 7 أقسام. الأوكازيون، بمناسبة دو لوفريتيغ، الافتتاح، بمناسبة الافتتاح. لي بري، الأسعار سون موان شير، بتكون رخيصة. اليا دو غروند ريديكسيون، يوجد تخفيض كبير، تخفيضات هائلة أو كبيرة. سيغ لي سيغ توس لي برودويت، على كل المنتجات. بور فير ان كورس، للتسوق بقى. اون دوا بروندر، يجب أن تأخذ الشغيوت أور بالتسوق. لونتريف، للداخل. دو لو هايبر مارشي، دون لو غايون دي بواسون، في مثلا قسم الأسماك. تغوف، نجد توت سخت دو بواسون، نجد جميع أنواع بواسون الأسماك. دو فروي دو مير، فواكه البحر. دون لو غايون فيوند، في قسم اللحوم. اون تغوف، نجد دو دي فولي، قسم الدواجن، نجد الدجاج أو الدواجن واللحوم والصدور. سي لون اشتريت، اذا اشتريت بقى اكثر من 2000 جنيه، دوميل لفريجيبسيان، جنيه مصري. ان رسوا ان غليكسيون دو، بتحصل على تخفيضات 15%، سيغتو على كل لزاشات المشتريات. ستوفر، هذا العرض يكون فالابل، متاح بور ديس جوغ، لمدة 10 أيام، من 15 أبريل حتى جيسكو، وحتى 25 أبريل. داليا إبراهيم هي اللي كاتبة الموضوع ده أو النص ده. سودي كومون دون، هذه الوثيقة بتعطينا طبعا أن أوردر، أوامر، ولا انفورماسيون، معلومات، طبعا معلومات، ولا تراديكسيون، ترجمة، ولا ريسيت، وصفة. دون اللي هايبر مارشي، في السوبر ماركت، ان نستطيع ان نضع لزاشات المشتريات طبعا في عربة التسوق اللي هي شغيوت. لا ريديكسيون كنز سون، التخفيضات 15% على كل على سيل أشات، نوع واحد ولا مشترى واحد، ولا اثنين مشتريات، ولا ثلاثة، ولا كل المشتريات فيها دون.
سي هايبر مارشي في هذا السوق أو السوبر ماركت. اليا يوجد 6 غيون، طبعا 7 أقسام، سيس غيون 6 ويت 8 سان كان 5 دون لو غيون دي برودويت دو مير. في قسم بقى منتجات البحر اون بو اشتي، نستطيع ان نشتري ايه؟ طبعا فرويت فاكهة ولا خضار ولا دجاج ولا فرويت دو لامير. لوستاد ايه دو لا هايبر مارشي. الستاد طبعا بيكون قريب، ابغي بري مش بعيد، ولا درير خلفه ولا ديفون امام. ننتقل بعد ذلك لأسئلة سيتياسيون المواقف. بولي فودو موندي، تسأل أو توجه سؤال أفوت غميلة زميلك. لو بري سعر دو بوم التفاح، كي كيل أشيت الذي هو اشتراه، كيسك اللي ماذا هو هيرد ويقول. تمام، طبعا هيرد ويقول السعر على طول. لبوم تير البطاطس بتتكلف 5 جنيه، ولما مير والدتي تشتري 4 كيلو من التفاح، ولا جوفي او مخشي اذهب الى السوق لشراء التفاح، ولا فال لفريجيبسيان بور كيلو 20 جنيه مصري للكيلو. هذه يعني الاجابه الصحيحه. فطر صديق فودمون يسالك سي كوا، انه ماذا لو ديابلومونس مشروب ليه النعناع. فودي بترد وتقول ايه؟ سيتان بواسون، انه مشروب. طبعا المشروب النعناع مشروب. سيتان بردوي جرا، مواد دهنية ولا مواد نشوية ولا مواد ألبان. طبعا إجابة الصحيحة نمرة أ. فودو موند أفوترامي، توجه سؤال لزميلك. لا غوسيت وصفة دو لا بيتزا، البيتزا كيسك فو ديت ماذا تقول. كيسك فو ديت يعني ماذا تقول. وصفة البيتزا كومون اون بو فير دو لا بيتزا، كيف نستطيع عمل البيتزا، ولا ما يكون اسم هذه البيتزا، ولا البيتزا سيكوا ماذا، ولا كل بيتزا فو بريباري أي بيتزا تريد أن تجهز. تعالى بقى ننتقل إلى ده، السؤال ده كان بدرجة، هننتقل إلى الأسئلة اللي هي بدرجتين، كل سؤال بدرجتين. التلات أسئلة دول 16 17 18. فودو مندي أفوترامي، توجه سؤال لزميلك. سوكيل أشيت، ماذا يشتري أو غيون بواسون من قسم البواسون اللي هو قسم الإيه؟ السمك. كو ديت إل، ماذا تقول، ماذا هو يقول. لو بتسأل زميلك أنت بتشتري إيه من قسم الأسماك، تمام، هو هيقول إيه؟ أنا أشتري سانكي باكيت، باكيت اللي هو العيش الفينو، عيش طويل ده خبز، ولا جاشيت سانكي نوازيت، ولا سانك أوف أو اللي هو بيض. طبعا هقول أشتري 5 كيلو دو إتر اللي هو المحار. لو غارسون فو دوموند، الجرسون بيسألك فوتر بواسون مشروبك، يبقى دي مشروب ودي سمك المفضل. كيسك فوديت، ماذا يقول، ماذا تقول انت بقى، ماذا تقول. هترد وتقول ايه؟ لو الجرسون بيسألك انت عايز تشرب ايه، هتقول له جوفوت غيد دي كافيه، اريد ان اشرب قهوة. او سوبر مارشي، في السوبر ماركت فودو موندي فوتر امي بوركوا ال اشيت ان شاريون. في السوبر ماركت بقى بتسأل زميلك لماذا هو شرش يبحث عن عربة تسوق، ماذا هو يقول. بور متر لا طابل، لأضع الترابيزة، ولا بور متر ما فيست، لأرتدي الفيست الجاكيت، وبور متر مي ميزيكي إكيبمون، لأضع أدواتي أو المعدات بتاعتي، ولا بور متر ميزاشات، لأضع المشتريات. طبعا أربط التسوق للمشتريات. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة جرامير. أول سؤال بقول لي لي فيغويت، الفاكهة مامير ماسير أختي إم بكو تحبها كثيرا. طبعا عندي فرق بإم، إذا هياخد هنعوض ب الضمير الشخصي لي بتاع الجم، لأن الفاكهة هنا جم
عندي في البي ام اي، يبقى هاخد ايه؟ يا لو يا لا يا لي بتاعت الجم، عشان في الويت فكها جم. مون بير والدي نو مي با سكر دون لوتي، لا يضع سكر في الشاي. طبعا هنا نفي، عند النفي هنستخدم على طول ايه؟ دو، ما نستخدمش دو لا او دي او لو، هنا نفي وفعل غير فعل اتر، اذا ناخد دو عند النفي. فروماج، فروماج بريفيرتي جبنة، طبعا احنا عارفين الجبنة مفرد مذكر، الجبنة مذكرة، هنا جمع بقى تبقى جمع ايه؟ جمع مذكر، مش مؤنث ولا جمع مؤنث ولا مفرد مذكر. لإل الزيت لو بوغ والزبدة سون دي ماتير، بيكون مواد، طبعا مواد هنا نوعها مواد هنا جمع مؤنث، إذا نختار جمع المؤنث اللي زيها لكن متجرس دهنية. علي نو ديجوني، علي عايز يقول يدعونا إلى الإيه؟ ديجوني الغداء. طبعا هنا علي اللي هو المفرد، إذا هنختار الفعل ينتهي بحرف الإيه؟ الأو، أو حد يختار مع النو، لأن النو هنا ضمير مفعول ونصرف الفعل مع الفاعل اللي هو علي.